حتى حركة اليد، وذكرت هذا كم مرة، حركة اليد التي تكون بعد الصلاة بالتسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهذه الصفة، تحولت عند بعضهم تحريك الإبهام بهذه الطريقة، تحريك الإبهام بهذه الطريقة، إما من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل بحسب البرامج التي يريد أن ينظر إليها في الهاتف الذكي الذي معه، حتى إن بعضهم مجرد أن يسلم التسليمة الثانية يدخل يده في جيبه ويخرج الجهاز، مما يدل على أن حتى في صلاته المفروضة كان مشغول بما في الجهاز، وكأن الصلاة أعاقته وما أن خلص منها إلا ورجع إلى الجهاز مباشرة ليستمر في الملاهي التي هو منشغل بها.